القطاع العربية كله جاهز ومدهون في من بلد. نعم. من روسيا، من رومانيا، من بولندا، من اي حته. نعم. ويجيب العجل من حته والبوج من حته والدواخل من مصر ويركب العربيه. نعم. لا ده سيماب بقى بتعمل الارضيه عندها وبتعمل الجنب عندها وبتعمل الظهر عندها وبتعمل اللباب عندها وتجمع العربيه، كل حاجه بعملها هنا في سيماب. سيماب. طب نيرك الشركه الوطنيه لصناعه السكك الحديديه القطاع الخاص، عشان بقى الناس تقول اصل هي الدوله عماله تعمل كل حاجه. لا، احنا من اول ما صدرت وثيقه سياسه ملكيه الدوله، ايوه، احنا خلاص دلوقتي كل القطاع الخاص شغال معانا. شغلت كم شركه من ساعتها لدلوقتي سياده الوزير؟ احنا انا قبل كده قلت لحضرتك يمكن احنا عندنا 102 شركه شغاله معانا في مشاريعنا قطاع خاص. تقريبا منهم ثلاث شركات المقاولين العرب وحسن علام الام. نعم. وشركه النيل. نعم. دول ثلاث شركات قطاع عام و99 شركه. آه. قطاع خاص. آه. ممكن اقعد اعدهم لك كلهم، حافظهم كلهم بالواحد. طب دول كلهم شركات قطاع خاص بتنشئ. ايوه. طب شركات القطاع الخاص بقى اللي بتنتج. نعم. يعني النهارده عندي شركه نيرك اللي موجوده في شرق بورسعيد. نعم. اللي ممكن يكون ده مصنعها و المخازن بتاعتها اللي بدات تتعمل والهناجر. شراكه ما بين ده على الارض خلاص اتعمل ده. طبعا. ايوه اتفضل يا فندم. شركه نيرك دي ما بين قطاع خاص كريم سامي سعد. حسن علام. وراسكوم. زائد بقى الصندوق السيادي داخل بجزء. والهيئه الاقتصاديه لقناه السويس داخله بجزء. نعم. شراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام في ابهى صورها. بننتج او بدات دلوقتي المصنع بيتعمل. هينتج فيه عربيات سكك حديديه، هينتج فيه مترو، هينتج فيه اول عقد كده معاهم 32 قطار مترو. اول عقد. اسف 40 قطار مترو. في 8 ب 320 عربيه. 500 عربيه سكه حديد. نعم. طب انا في طب معلش دول هيوفر لي كام لو انا كنت هستوردهم؟ بالظبط كده. العربيه السكه الحديد احنا جايبينها متوسط كده مليون يورو. مليون يورو. يبقى ال 500 دول ب 500 مليون يورو. ايوه. انا وفرتهم. هجيب تقريبا 4% منهم من الخارج. و 96% خامات ومواد مصريه وعماله مصريه. كويس. طب المترو ال 40 قطار مترو دول. ال 40 قطار مترو دول تقريبا نسبه التطوين فيهم هتوصل ل 75%. ايوه. كلها خامات ومواد مصريه. مصريه. طب انا النهارده مع نيرك ال 40 متر دول القطار ده يوفروا لي كام برضه؟ ال 40 متر دول المتر القطر الواحد ب 15 مليون يورو. ايوه. ف 40 ب 600 مليون يورو. يورو. كل ده هيتوفر. نعم. كل ده اشتريتوه قبل كده؟ ايوه. كل ده هتصنعوه دلوقتي هنا؟ ايوه. طب انا متفق معاهم بقى عليه يا استاذ احمد. ايوه. هو بيصنع لي المترو. نعم. وبيصنع لي العربيه السكه الحديد. نعم. طب جاله عقد تصدير.